وحول آخر التطورات في الأسواق العالمية ينضم إلينا من دبي رائد خضر كبير استراتيجي الأسواق في إكويتي جروب. رائد أهلا بك معنا وشكرا على وجودك. ممكن نطلق على هذا الأسبوع، هو أسبوع ترقب البنوك المركزية العالمية للقرارات المتعلقة بأسعار الفائدة، سيتصدرها الفيدرالي الأمريكي طبعا هذه القرارات، واللي ممكن أنه نشوف يمكن المركزي الأوروبي سيتبعه بعد ذلك. لكن السؤال الأبرز اليوم، إلى أي مدى التوقعات الآن والتي بدأت تشير إلى عملية تثبيت لأسعار الفائدة قد تأتي عوامل أخرى وتحديدا البيانات التي سنسمعها من الاقتصاد الأمريكي وتغير كل توقعات المحللين والاقتصاديين؟ صحيح ميسا، يعني في صباح هذا اليوم كان العنوان الأبرز في كل القراءات هو أن هذا الأسبوع هو أسبوع مهم جدا، أسبوع البنوك المركزية، أسبوع أيضا بيانات المحورية والمفصلية، وقد تقرر يعني وجهة الأسواق خلال النصف الثاني من العام 2023. نحن ننتظر ربما الأبرز مثل ما تفضلتي قرار فيدرالي الأمريكي الذي سينطلق اجتماع اللجنة الفيدرالية المفتوحة يوم الثلاثاء، وسوف نترقب يوم الأربعاء قرار الفيدرالي. التوقعات حتى الآن تصب أنه إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها دون أي تغيير، ولكن أعتقد لا تزال هناك احتمالية حسب CME تشير إلى أنه أسعار الفائدة ممكن ب 35% احتمالية يتم رفعها نحو ب 25 نقطة أساس. أعتقد أنا ميال أكثر لهذه الاحتمالية الضئيلة، لأنه البيانات حتى الآن تشير إلى أن الفيدرالي الأمريكي مرتاح من ناحية البيانات، الأداء إيجابي في الاقتصاد ويتحمل تشديد أسعار الفائدة. نحن نعلم تماما أن أسعار الفائدة وصلت إلى أعلى مستوياتها في 14 عام تقريبا، والمجال مفتوح إلى أنه يكون بعض الشيء أعلى كمستويات أسعار الفائدة. ربما قرار الفيدرالي يرتبط ببيانات يوم الثلاثاء وهي بيانات التضخم الأمريكي، لنشاهد إذا ما كان التضخم لا يزال لزجا بطيئا في الهبوط نحو المستهدفات عند 2% ويحتاج رفعات أسعار الفائدة، أم أن هناك تجاوب من مستويات أسعار الفائدة الحالية بالنسبة لمستويات التضخم واقتراب أكثر نحو المستهدفات عند 2%. المفتاح لقرار فيدرالي هو يوم الثلاثاء اليوم الذي يسبقه. طيب بالمقابل الأسواق يعني رائد كيف يمكن يعني ستبدأ بقراءة هذه البيانات، يعني خصوصا أنه شفنا في بعض التقلبات كانت عم تستبق القرارات المتعلقة بالفيدرالي وكانت أزمة سقف الدين، اليوم انتهينا من موضوع سقف الدين، هل بدأنا يعني نعود إلى الركائز الأساسية بالنسبة للأسواق الأمريكية برأيك؟ يعني أعتقد هي الركائز الأساسية لا تزال هي المسيطرة مستويات التضخم ومستهدفاتها، عم نشوف هي الأبرز، ومخاوف الركود الاقتصادي التي يعني بدأت تضرب وتعصف بالأسواق بشكل أكبر، لأنه يوجد هناك علامات لأنه الركود يقترب مع نهاية تعاملات هذا العام، ومع ارتفاع تكاليف الاقتراض بهذا الشكل يعني أصبح الركود متوقعا وبشكل كبير جدا مع نهاية تعاملات هذا العام. نحن نقيس بما حدث سابقا بالأزمة العالمية 2007 وما ونجد أن هناك مقاربات كبيرة تحدث، شفنا عدم استقرار سوق السندات إجمالا والبلامبينج أو خلينا نقول اللي بيصير وهو التغيير في حيازات السندات طويلة بقصيرة الأجل ومحاولة الاستغلال التي تحدث حاليا. هذا الذي يحدث حاليا يشير ويعطي إشارة ضمنية إلى أنه نحن مقبلين إلى مراحل ركود في نهاية تعاملات هذا العام مع مستويات ارتفاع التكاليف التي تكاليف الاقتراض الحالية. رفع أسعار الفائدة هو محاولة لإجبار التضخم نحو الاستقرار عند 2% حتى لا يكون هو الأزمة بالفترة القادمة، وشفنا البنك الكندي والبنك الأسترالي يعني فاجأوا الأسواق برفعات أسعار الفائدة خوفا من التضخم المرتفع الذي يخرج عن السيطرة نسبيا. لكن الاقتصاد الصيني سيلعب دور أساسي أيضا بتحديد وجهات الصناديق الاستثمارية يعني رائد خلال هاي الفترة، واضح أن الصين حتى الآن ما زالت عم بتحاول أيضا تخرج من كل الأعباء اللي تكبدتها بجائحة كورونا، طلب حزم جديدة يعني دعم القطاع الخاص وحتى الشركات. اليوم أدي برأيك الصين قادرة على التعافي بشكل أكبر مما هو متوقع، وأدي الأسواق بدأت تساعد فعلا هذا الخروج الصحي للصين وعودتها لمزيد من الطلب؟
يعني نحن عم نشوف نمو بطيء وعودة بطيئة للاقتصاد الصيني. كان من المتوقع أنه نحن نعرف الاقتصاد الصيني كيف ينمو بسرعة ويتعافى بسرعة، وأداؤه يكون أسرع الرتم مؤخرا منذ أن تم رفع القيود كورونا. نحن عم نشوف الاقتصاد الصيني فيه ضعف، فيه بطء بعملية التعافي، وهذا انعكس عنا على الطلب على أسعار النفط، كونه هو من أكبر الطالبين على أو من أكبر جهات الطلب على النفط على وجه التحديد. شفنا أن الطلب لا يزال دون المستويات التي كان عليها في قبل كورونا. كذلك الأمر يعني نحن نشوف أن الاقتصاد الصيني حزم التحفيز والمنادات بها، ونحن عم نستنى القرار من البنك الشعبي الصيني خلال التعاملات هذا الأسبوع. ممكن تلعب دور مهم أنه تحفيز الأسواق والاقتصادي الصيني على وجه التحديد أنه يكون يدعم نوعا ما أنه تحسن الوجهة المستقبلية أو النظرة المستقبلية للمحافظ الاستثمارية. ولكن ايضا نحن في عندنا قلق فيما يتعلق بقطاع العقارات، لدينا قلق فيما يتعلق بالانتاج التصنيعي. لا تزال القراءات حتى الان تشير الى ضعف وبطء في عملية النمو من الاقتصاد الصيني. إذا الفترة القادمة ممكن يكون فيها ضغط أكبر إذا ما واجهت اقتصادات أخرى ركود اقتصادي، ربما وقتها سوف يشهد الاقتصاد الصيني أعباء أكبر إذا لم يسارع بعملية تحفيز الاقتصاد سريعا وتبني سياسات نقدية سلسة وسهلة. يعني الصين يمكن اتجهت أيضا لعمليات زيادة احتياطاتها من الذهب للشهر الخامس على التوالي، رائد اليوم المراهنة أيضا على أسعار الذهب للعودة فوق مستويات الـ2000 دولار. كيف ستحرك أيضا قرارات البنوك المركزية يمكن بزيادة الاحتياطيات بالوقت اللي شفنا يمكن تركيا أيضا عم تتخلى عن جزء من هذا الاحتياطي، كان العراق عم بيعزز أيضا من احتياطاته، الصين كما ذكرنا للشهر الخامس على التوالي. ما هي التوقعات للذهب في ظل بيانات الفيدرالي وأيضا البيانات الاقتصادية؟ يعني الانسرتينتي او عدم الوضوح والغموض الذي يكتنف الاسواق عم بيحيط كذلك الامر بالتوجه نحو المحافظ الاستثماريه والبنوك المركزيه ونظرتها نحو الذهب. لان عم نشوف الذهب من وجهه نظر فنيه نحن نشوفه متماسك بشكل كبير جدا بالقرب من مستويات ال 2000 دولار، وهذا يعني يعبر عن ثقه كبيره ويوجد مراكز شراء قويه وارتدادات قويه ما ان وصل الى مستويات ال 1930 دولار الاونصه مرتين على التوالي خلال اسبوعين. نحن عم نشوف ويعود للارتفاع بشكل قوي جدا. التضارب تصريحات البنوك المركزية مثل ما تفضلت، الصيني يواصل، العراقي يزيد، الكوري يعبر عن عدم يعني الحاجة إلى التوجه نحو الذهب في الوقت الحالي وإنما ربما الاعتماد على الدولار. يوجد العديد من التصريحات المتضاربة، ولكن خلينا نقول أن السعر هو الذي يعكس الواقع، وارتباط الذهب بالدولار الأمريكي ومصير ومستقبل مؤشر الدولار الأمريكي الذي ميال أكثر خلال النصف الثاني من العام أن يكون إلى مرحلة هبوط بنتيجة أنه مخاوف الركود ووصولنا إلى قمة دورة تشديد السياسة النقدية وأسعار الفائدة، فعم يعطيني أفاق مستقبلية أضعف للدولار الأمريكي، وهذا يصب في صالح أسعار الذهب. إذا ما تمكن الذهب من الاستقرار مرة أخرى فوق ال 2000 دولار أعتقد القمة التاريخية سوف تكون يعني هشة وسهلة أمام القوة الاندفاعية اللي ممكن ترتفع فيها أسعار الذهب مع يعني اقترابنا أكثر من نهاية تعاملات هذا العام ومخاوف الركود في نفس الوقت. نشكرك رائد خضر كبير استراتيجي الأسواق في إيكويتي جروب، كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا لك.